السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. رمضان كريم. نتقاسم معكم هاد الخضر الشجر، لان بنتي فين ما كتوصل الكليه مسكينه كتصيفط ليا باش تقول لي ماما اني وصلت، باش هكا نكون مرتاحه، لان كمان المترو وداك الشيء الانسان كيخاف شويه. المهم الله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم. اليوم جيت ندير معكم السحور واحد العصيرات ساهل. شوفوا عندي التمر والشوكولاط واللوز ونص بنانه درتها في الكونجيلاتور. الشوكولاط هذا فيه نوازيت زوين، واخا كتشربوا غير الحليب مي تقدروا ديروا هذا باش يشد لكم وفيه الفيتامين وكل شيء. ومن بعد كنزيد عليه كاس ديال الحليب ديال الصوجة. تنخلط هذاك الشيء كله، وها هو تصاوب عندنا كاس. المشكله عندي في هاد الدار كل واحد اشنو كيبغي، كل واحد اشنو كيبغي، هذا ما يبغيش هذا، هذا ما يبغيش هذا، هذا ما ناكلش هادي. المهم هنا عندنا نص تفاحه منقيه، وعندنا افوكا كامله، وعندنا الحليب ديال الشوفان. وغادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال العسل، يعني من هنا غناخذ باسكو مابقاش بزاف غناخذ معلقه صغيره، ومن هذا ناخذ معلقه صغيره باش يلا كتولي لنا معلقه كبيره. ونخلطو كما قلت لكم ونجلطو. وفي الصباح ملي تقول لهم كي جاكم داك الشيء اللي خليت لكم تقول لك عادي عادي. المهم نربحوا الحسنات في الجنه. دونك ها هو العصير ديالنا زوين. ودابا نجيو للعصير الثالث. عندي لي فخوي غوج، الفواكه الحمراء كتباع مكونجليه، وعندي الحليب ديال النوازيت، وعندي العسل، يعني ثلاثه الحاجات ما كاينش بزاف. ويشد باش الواحد ما يجيش الجوع، اخص لا كان يقرا لا كان خدام لا كان هادي. وها هما العصيرات ديالنا، ديروا معاهم شويه الكاطو وبالصحه والراحه. المقادير في الصندوق. اي بون ابيتي.